لهم. خلي هم عظيمة. خلي دي فكرتنا تملي، ان احنا واحنا بنبص للناس اللي حوالينا احنا بنبص لهم كده زي اهل نينوى، ما كان او زي ما ربنا بص للناس بتوع اهل نينوى، ان الناس دي ما تعرفش ايه يمينها من شمالها. هو ربنا حاططنا في وسطهم كده زي ما حط يونان في وسط اهل نينوى، علشان احنا نبشرهم بربنا، علشان احنا نكلمهم عن ربنا، علشان احنا حتى لو عملنا شغلنا نص نص ان احنا نكلمهم عند ربنا، زي ما يونان كده هو اتعمل شغلته نص نص. بيقولوا نينوى دي كانت تتلف في كام يوم؟ 3 ايام، لكن هو لفها في ايه؟ في يوم واحد. يعني تلصق الموضوع. حتى لو احنا مش بنعرف نتكلم كويس، حتى لو احنا مش بنعرف نكلم الناس عن ربنا كويس، لكن هو هيشتغل بضعفنا ده اللي هو شغل يوم واحد المفروض كان يتعمل في 3 ايام احنا تلصقناه في يوم واحد كده، هيشتغل بضعفنا ده ويكلم الناس اللي حوالينا عن ربنا عن طريقنا. بس احنا لازم احنا نعمل حاجة، لازم احنا يكون لينا، لازم يكون احنا لينا دور يعني. طب مش هعطل مايكل اكتر من كده، واحنا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت النهاردة في ايه؟ مسابقة. في النهاردة بقى الامتحان. في النهاردة الامتحان. بسم الله والابن والابن والروح القدس الان واحد امين. انا قلقت على فكره من كلمه امتحان دي. بص هو النهارده هو مش امتحان قوي يعني، احنا هنخليها مراجعه ليله الامتحان مع الامتحان. اوكي يعني يعني في وسط كده المراجعه هنسال بقى الاسئله. اوكي ما هي فيش اسهل من كده صدقني. صدقني واحدة كمان بس. نتكلم في الموضوع ده بعدين. طيب ما تفتحنيش. طيب احنا اللي هنحاول نعمله النهاردة ان احنا يعني هنراجع كده بسرعة الطقس اللي احنا اخدناه كله، وفي الوسط كده نسأل الاسئلة بتاعتنا. اوكي فاول حاجة هبتدي بيها، احنا قلنا في ترتيب العشية او ترتيب باكر ان اول حاجة بنعملها بيبقى في تسبيحة عشية، دي المفروض الشمس والمعلم بيعملوها، وبعد كده ابونا بيجي بيدخل لحظة فتحة الستر بيسجد ويصلي ويفتح الستر ويقول إليسوني ماس. أوكي وبعد كده قلنا أول حاجة بنصليها تبقى صلاة الشكر. طب لو هنصلي جنازة نصلي صلاة الشكر. طب لو هنصلي فرح صلاة الشكر. احنا سلو بلدنا كده. أوكي وبعد صلاة الشكر بيبقى فيه بقى بيبتدي الشمامسة يقولوا 4 ناقوس، وبعد كده بيدخل ابونا بيسجد قدام الهيكل، بعد كده بيسجد تاني قدام المسبح ويبتدي دوره بخور جوه الهيكل. اوكي طيب السجود دوت قلنا ان هو يعني بيبقى نوع من استمطار مراحم ربنا، وبعد كده الكاهن بيحط 5 ايادي بخور جوه الشريه وبيرشم 3 رشومات وهو بيدي الايادي ديت، اول رسم للاب والابن وروح قدس، وبعد كده يدين بخور وهو بيقول مجدا واكراما اكراما ومجدا. وقلنا ان احنا هنقسم البخور ديت لجزئين، اول جزء وهو بيحط البخور جوه الشريه وبعد كده هو ازاي بيبخر. فادي هي صوره ابونا وهو بيحط البخور جوه الشريه بالملقط دوت يعني او المعلقه ديت. بعد كده تاني حاجة بقى ازاي بيدي البخور، ان هو بيديها على شكل صليب، تلاقي ابونا كده يدي الشرية مرة كده بعد كده مرة كده بعد كده مرة كده بعد كده مرة كده. اوكي بالمنظر دوت حلو. طيب ال5 ايادي بخور قلنا ان هي بتشير ل5 ذبايح بتوع العهد القديم، كله لغاية دلوقتي مركز احنا في المراجعة اهوت. 5 ذبائح اللي احنا قلنا عليهم دول من اشهر ذبائح اللي في العهد القديم، اللي هو ذبيحه هابيل وذبيحه نوح وذبيحه ملكي صادق وذبيحه هارون وزكريا. طيب ومعانا اول سؤال في الحلقه دلوقتي، ايه هي الاواشي اللي بيصليها ابونا وهو بيعمل دوره البخور جوه؟ هل بيصلي مع الشماس كده هم قاعدين بيلفوا، فاكرين كده لما قلنا ان هم بيفضلوا يلفوا ورا حوالين بعض؟ هل بيصلوا أشية الراقدين والمسافرين، ولا أشية السلامة والآباء والاجتماعات، ولا أشية الموضع والأنهار والأهوية، ولا ما بيصلوش أواشي وبيصلوا حاجات تانية؟ طب في هدية طيب ولا إيه؟ طب نسقف طيب يا جماعة، نشجع الناس. لونك المفضل إيه؟
تمام. هو بيصلوا أشياء السلامة والآباء والاجتماعات. الحتة دي يمكن علشان دايما بحاول ان انا كل مرة قاعد الف هنا وبحس ان انا بلخبطكم كل ما اجي بلف. فبصراحة الباوربوينت ديت مش انا اللي عاملها، على في كنيسة هي اللي عاملاها والويب سايت بتاعهم تحت عشان لو حبيتوا تدخلوا عندهم. فاتفرجوا عليها كده، بيقول لك الكاهن بيبقى واقف مثلا هنا اوكي، والشماس قدامه الناحية دي. كاهن بيقول اذكر يا رب سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة، والشماس بيصلي قدامه يقول له صلوا من اجل سلام كنيسة الله. بعد كده يبتدي الكاهن يلف وهو بيقول هذه الكائنة من اقاصي المسكونة الى اقاصيها. وبعد كده الجزء اللي بعديه بيصلي أشياء الآباء اللي هي أذكر أبانا البابا تادروس الثاني وشاركه في الخدمة الرسولية. بعد كده يلف هو والشماس الناحية الثانية وهو بيقول حفظا احفظه لنا سرينا كثيرة. وبعد كده الجزء الثالث بيصلي أشياء الآباء أشياء الاجتماعات، أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. وبعد كده بيكمل اللف وهو بيقول أعطي يا رب أن تكون بلا مانع ولا بغير مانع ولا عائق. بعد كده بيبتدي يكمل بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة، وهو بيلف بيقول أنعم بها لنا ولعبيدك. وبعد كده آخر قم أيها الرب الإله وليتبدل من قدام وجهك كل مغضية اسمك قدوس. وآخر حتة بقى يقول لك أما شعبك فليكن بالبركة، وتلاقيه خارج بقى يروح يبص على الشعب دوت. أما شعبك ليكن بالبركة، يقوم أبونا خارج لنا هنا بقى، يطلع لنا هنا بقى نشوف شعبك ده. طيب ابونا لما بيطلع، حد فاكر بنعمل ايه الحاجه اللي بنعملها بعد كده؟ في الوقت ده بتكون اربعه الناقوس خلصت ودوره البخور جوه الهيكل خلصت. في حد يفتكر في حاجه قبل دوره البخور اللي في الكنيسه؟ في حاجه ابونا بيعملها، في صلاه كده بنصليها. طب لا بس حد يرفع ايده بشوي. شكلك عايز شمعتين يا ولد. طب قول لي بيعمل ايه لما بيطلع من الهيكل؟ ايه البخور؟ ايوه. وبيصلي ايه بقى؟ ونعم بالله. بص لو اتبقى حاجه هديها لك اوكي. بيصلي يا جماعه بنصلي الأشية، فاكرين؟ لا لسه الصلح دي شوي. بنصلي أشياء، قلنا بنصلي يا اما أشياء الراقدين يا اما المسافرين. لا يا بعد ايه بقى، استنى للي بعديه. قلنا بنصلي أشياء يا اما الراقدين يا اما المسافرين يا اما القرابين يا اما المرضى اوكي. طيب في اربع اواشي اهو، لو في عشيه بنصلي أشياء منهم، لو في بكر بنصلي أشياء تانية. وسؤال الحلقه معانا بيقول لو هي أشيط امتى بيصلي أشيط الراقدين؟ هل في رفع بخور عشيه لحد بس، ولا رفع بخور باكر السبت بس، ولا رفع بخور عشيه جميع الايام، ولا رفع بخور باكر جميع الايام؟ طب لا استني نسيب فرصه عشيه. دي اجابه سليمه. اتفضل يا طم. دي اول اجابه صح. في واحدة تانية بقى صح، بيصلي في باكر في انهي ايام يا طن؟ في بيصلي، هل بيصلي باكر جميع الايام ولا باكر يوم السبت؟ يوم السبت يكسب معانا. وهنقول ليه؟ اتفضلي يا طن. طيب هنراجعها بسرعة. قلنا علشان ما حدش يتلخبط عشيه بنصلي فيها عشيه الراقدين. ليه بنصلي عشيه الراقدين؟ مكسوره طنط مش مقصوده صدقين. استنى للاخر، خليها لبشوي لو ما حدش اخد. قلنا عشيه بنصلي عشيه الراقدين ليه؟ علشان هي بيبقى الغروب دوت او وقت الدنيا ما بتظلم، بتفكرنا دايما يعني بوقت بالموت، فبتفكرنا دايما بأشياء الراقدين. نحن منها بنصلي لاخواتنا اللي انتقلوا، ومنها بنفكر نفسنا كرسالة توبة. طيب باكر بقى كانت فيها لخبطة شوية، يبقى دي كده أشياء الراقدين
فباكر لو يوم سبت بنصلي عشية الراقدين، ليه؟ بتفكرنا بان السيد المسيح في الوقت ده كان في القبر. حلو. طيب نيجي بقى في الايام التانية، الاثنين للجمعة بنصلي على طول مرضى ومسافرين، ولو في وقت فات يعني لو معانا وقت ممكن نصلي القرابين. طيب يبقى من الاثنين للجمعة بنصلي عشية ايه؟ مرضى ومسافرين. تمام. طيب يوم الحد بقى، يوم الحد بنصلي فيه عشية المرضى علشان برضو الناس المرضى التعبانة. طب نصلي مسافرين؟ يقول لك لا ما نصليش مسافرين، لان يوم الحد ده المفروض يعني ان هو يوم اجازة ما حدش بيسافر فيه ولا بيطبخ. تمام. بس بنصلي القرابين بقى. اوكي. طيب نيجي للي بعد كده علشان نكمل وقت كده. احنا خلصنا ايه؟ تسبيحة وفتح الستر وصلاة الشكر واربعة الناقوص وعشية الراقدين او الاشية. بعد كده بقى بيحصل دورة البخور. تلاقي هنا الشمامسة بيبتدوا يقول لو في باكر بنقول تسبيحة الملائكة او بنقول تفضل يا رب ان تحفظنا، وبعد كده ابونا يدخل يلف لفة جوه الهيكل، وبعدين يبتدي دورة البخور بقى بتاعته. دورة البخور هنا يعني بصراحة الكنيسة ديت عاملة يعني شكل حلو قوي ليها. احنا اتفقنا ان ابونا كل ما بيخرج من الهيكل بيعمل ايه؟ قلنا كده ابونا بيعمل حاجه كده وادينا لها اسم كده، بيفضل يلف كده في المكان. حد يفتكر؟ صليب بخور. انا مش عايزكم تنسوا الجمله الكلمه دي علشان دي كلمه بتختصر خطوات كتيره قوي. اول ما بينزل هنقولها تاني، بيسجد ثلاث سجدات قدام الهيكل، وبعد كده بيدي السلام للست العذراء والملاك غبرييل، وبعد كده يبص للشعب ويقول السلام لسادات الاباء ومصاف القديسين. وقلنا ان هنا القديسين بيبقوا حاضرين معانا واحنا بنأكنولج دوت وهو بيدي لهم السلام. وبعد كده يبص الناحيه دي ويدي السلام ليوحنا، يقول لك السلام للكاهن ابن الكاهن. وبعد كده بيدي بخور تاني قدام الهيكل. فقلنا اول حاجه بيعملها بيدي صليب البخور. طيب تاني حاجة بيدي بخور للمنجلية اللي هي عليها كلمة ربنا. تالت حاجة لو في أجساد قديسين بيروح يديها بخور، بيدي قدامها بخور، بيدي قدامها يد بخور. رابع حاجة قلنا بخور للكهنوت، لو كان البطريرك موجود أو لو كان بيطلب منه البركة ويدي بخور للكهنوت اللي فيه مش للشخص ذاته، ولو كان في قمامسة أو قصوص معاه برضه بيديلهم يد بخور. وبعد كده نبتدي ايه؟ يلف لفه بقى حوالين الكنيسه. هي دي بقى اللفه اللي احنا عارفينها. يبتدي في الاول يمشي بعرض الكنيسه ولو في الهيكل يديله بخور، وبعد كده يدي بخور للايقونات اللي موجوده ويفضل ماشي كده ناحيه الصف دوت، وبعد كده يلف من ورا، بعد كده يمشي في الصف اللي في النص دوت، وبعد كده بيمشي الناحية دي كده ويدي بخور برضو للهيكل لما يقابله، وبعد كده ياخد الصف ده كله لآخره، وبعد كده يلف من ورا تاني ويجي ايه؟ يتعثر في النص، يقف هنا كده في الحتة الأخيرة دي. وقلنا بيعمل حاجة اسمها بيصلي أرباع اسمها أرباع الخشوعية معايا، وهنراجع دلوقتي الطقس دوت. وبعد ما يصلي الأرباع الخشوعية ديت بيدخل جوه على الهيكل تاني. طيب نبتدي نشوف سؤال الحلقة دلوقتي، ليه الكاهن بيمر ويفضل يتمشى كده حوالينا في وقت دورة البخور؟ الاختيارات علشان يسأل على حالهم، عشان يبخر الأيقونات الكنيسة، عشان يتفقد مقتنيات الكنيسة، عشان بيتمثل بهارون الكاهن وقت محل الوباء على شعب إسرائيل. يعني أي أقول تاني إيه؟ طب ما تقراها. انا اسف. حتى هيجي معاك ده للسؤال على حالهم، للتبخير لايقونات القديسين، لتفقد مقتنيات الكنيسه، امتثالا بهارون الكاهن وقت انحل الوباء على شعب اسرائيل. ما هم دول اربعه. انا بحاول اساعدك على فكره. يعني ها، طب قول لي الاجابه اللي في دماغك. يعني هو بيمثل بولس الرسول لما كان بيبشر البلاد،
انا دي ما اعرفهاش بصراحه، ممكن تكون صح بس انا ما اعرفهاش دي. انا ما اعرفهاش دي بصراحه. ماشي، ايه ده؟ هارون الكاهن الجل المكسوره. طيب طب بص، احنا ندير دايت عشان يسكت. اوكي. لا برافو برافو بشوي. لا ده دي السليمه. تسكت بقى بشوي. اوكي. بوظها الاجتماع. طيب احنا اتفقنا ساعتها ان هو بيلف منه بيبخر للايقونات بتاعه القديسين، لان هم زي ما اتفقنا حاضرين في خلال الايقونات. وقلنا معلومه حلوه ان المفروض ان ابونا ما يبخرش غير للايقونات اللي متدشنه. اوكي، المدشنه بالميرون. وهو بيلف معانا بيتمثل بهارون الكاهن وقت ما حل الوباء على الشعب. فاحنا كشعب مريض بالخطيه، هو بيعدي وبيصلي لينا. واتفقنا ان هو بيصلي، يعني في الطقس القديم كان بيحط الصليب على يعني على راس كل واحد موجود في الكنيسه، يقول له بركه بخور عشيه وبركه بخور باكر تكون معاك. بس طبعا باسم الصليب لما الشعب بيبقى كبير هيناخد وقت شويه. واتفقنا ساعتها قلنا ان الشوريه بيبقى فيها شخليله كده، الشوريه اوقات بتشخلل. قلنا ليه الشوريه بتشخلل؟ بتفكر الشعب، بتنبه الشعب، ابونا معدي دلوقتي، هل انت اعترفت؟ هل انت في خطيه محتاج انك تتوب عنها؟ ولو في حد في خطيه في الوقت دوت مثلا، من ساعه ما اخر مره اعترف بالظبط لغايه دلوقتي لسه ما تابش، لسه عملها وما تابش عنها، بيقولها لابونا او يطلب حل، او على الاقل خالص ابسط الايمان او اضعف الايمان، اكون بصلي اقول له يا رب اغفر لي خطاياي التي اعرفها والتي لا اعرفها. تمام. وابونا لما بيقف هنا بعد بقى ما يكون بقى اخد كل الاعترافات ساعتها من الشعب، بيقف هنا وبيصلي وهو باصص على مكان ايقونه الصلابوت اللي هي بنحطها هنا وقت البصخه، زي ما المسيح اتصلب خارج اورشليم. ويبتدي يبص كانه باصص على مكان الصلب، يقول له يعني بيقول له يا رب، اللي انت اللي بيصلي ساعتها الاربعاء الخشوعيه، وبيقول هذا الذي يعني اصعد ذاته على الصليب فاشتم ابيع بخورا صالحا، وبيقول له مش عارف اخذ ادم للفردوس. فبتبقى الكلام كله بيقول له يا رب انت بتاع امس واليوم والغد، زي ما غفرت برحمتك احنا بنطلب منك انك انت تغفر لنا الخطيه بتاعتنا. وبعد كده يدخل الهيكل ويدخل بيصلي، قلنا سر اسمه سر الرجعه. سر الرجعه دوت مش ان احنا كنا خايفين عليه مثلا وهو خارج بيبخر وسطنا. لا، احنا بنصلي سر الرجعه دوت انه هو بي سر توبه، بيقول له يا الله الذي قبل اليه اعتراف اللص على الصليب، اقبل اليك اعترافنا. طيب حد كده يقدر بعد دوره البخور في الوقت دوت بنكون الشمامسه بيخلصوا الزوكسولوجيات، وبعد كده بيقولوا قانون الايمان. حد يعرف بعد قانون الايمان؟ تفتكر حد يفتكر كده شاطر بعد قانون الايمان وبعد دوره البخور بنقول ايه؟ نعم طن؟ لا مش في القداس، في رفع بخور باكر. ده سؤال وجودي. بصوا هنت، احنا لسه في رفع بخور باكر. هو بيقول الهنت كده، هو لحن بيقوله هو ماسك ثلاث شمعات. اف نوتي ناينان. بص احنا لازم نولع الشمع دوت اخر الكنيسه كده عشان نشوف كل واحد واخد هديه قد ايه. لحن اف نوتي ناينان، لحن من اروع الحان الكنيسه. واللحن كده يعني الشمامسه كده تحس ان هم بعد ما بيقولوا قانون الايمان اللي هو يعني بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب، بعد كده في الاخر ايه بيبتدوا يدوا كده اللحن بصعبانيه كده شويه. بصعبانيه شويه. وبعد كده يبتدي ابونا يقول لك ابنوتي ناينان سيشوناي ايرو. تحس ان ابونا يعني بيبتدي ايه بيجر ناعم كده. هو يعني حتى في الخلاجي الكبير قلت لكم المره اللي فاتت، تلاقي الخلاجي بيقول لك ايه بدموع وابتهالات يعني. فبيصلي قانون الايمان وفي نوتي ناينين، وبعد كده اشيه الانجيل. الاربع حاجات بقى اللي بعد كده، اشيه الانجيل والانجيل
وبعد كده الأواشي الصغار، وبعد كده التحليل والبركة. والسؤال هنا، لما بيدور الكاهن أثناء صلاة في نوتي ناينان، هل بيدور مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ عكس. تكسبي معانا يا طنط. طب ليه عكس يا طنط؟ وهو فوق الزمن. بالظبط، برافو يا طنط. في حاجه انا ما قلتلها لكمش بس قبل كده، احنا عندنا في الكنيسه في لفتين، زي ما طنط ما قالت، اللفه اللي هي بتبقى عكس عقارب الساعه دي، اللي هي زي افنوتي ناينان، زي اللفه اللي بيلفوها حوالين الهيكل، وفي لفه مع عقارب الساعه في اريني باسي مثلا. يعني انت لو اخدتوا بالكم، لو ابونا مثلا بيصلي وبيقول مثلا اشلي لابي بروسف كيس تاسي تي، بعد كده بيلف ويبارك الشعب، وهو بيلف كده بيلف مع عقارب الساعه. لفه اللي مع عقارب الساعه دي كانه بيقول ان الرحمه اللي هي اللي كانت موجوده من قبل كده تحل عليكم، او فتقول ان ديت يعني درجه على اولاد هذا الزمن. فهذه فكره ليه دي عكس عقارب الساعه وليه دي مع عقارب الساعه. طيب لو تفتكروا بعد كده، احنا قلنا بعد نوتي ناينين بنقول أشية الإنجيل وبعد كده الإنجيل. تفتكروا في أشية الإنجيل لما كنا بنتكلم، قلنا احنا ليه بنصلي أشية الإنجيل؟ يعني احنا قلنا أشية يعني ايه الأول؟ طلبة. طيب أشية الإنجيل احنا يعني هو احنا بنطلب ايه للإنجيل؟ يعني احنا مثلا بنطلب صفحاته تكتر مثلا، يعني بنصلي لإيه في الإنجيل؟ نتكلم هو احنا بنصلي بالظبط علشان كلمة ربنا نقدر ان احنا نسمعها. حتى لو بصيتوا على الكلام بتاع الطلبة نفسها والأشية، يقول لك طوبى لكم لان عيون وتسمع واذان وتبصر، العكس، عيون وتبصر واذان وتسمع، انا اسف. تمام. فاحنا بنصلي ان احنا كلمة ربنا تدخل قلبنا. وبعد كده انا بس ما لحقتش للاسف ان انا احط بس سؤالين زيادة هنا، بس احنا ممكن نقولها شفوي. لو افترضنا ان ده المسبح وابونا بيطلع بيصلي أشية الانجيل كده بره المسبح، او سوري بره الهيكل، وبعد ما بيخلص بياخد البشارة والشماس، بيقف قدامه بالصليب وبيلفوا مع بعض حوالين الهيكل، وبعد كده الشماس بيقول لحن اسمه استاسيتي، لكن الشمس قال استاسيتي ميتا فوفو سيو كوسو منتو اجيو فانجيليو. فقبل ما يقول الكلام دوت بيلفوا كده لفة حوالين المسبح. حد يفتكر كده احنا قلنا اللفة دي معناها ايه؟ ده سؤال بقى ايه ما فيهوش اختيارات، وسؤال صعب ممكن ياخد شمعتين فيها اللي هيجاوبوا. هي صعبة بصراحة، انا يعني احنا قلناها برضو مرة واحدة بس، فممكن تكون نسيتوها. بص، لما بيلف مره بيلف حوالين الكنيسه، بيلف حوالين المسبح، دي اشاره لان الانجيل البشاره بتاعت الانجيل بتلف العالم كله، والرساله دي بتلف العالم كله. وان ابونا لما بيبقى ماسك البشاره بالظبط زي سمعان الشيخ ما كان شايل السيد المسيح لما شاله في الهيكل، وعلشان كده ابونا في الوقت دوت بيقول الجمله بتاعت سمعان الشيخ لما بيقول له الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عيناي قد ابصرت خلاصك الذي اعرضته قدام جميع الشعوب. وانا فاكر برضو ان انا سالت طب ليه وانا صغير كنت بسال الانكل بتاعي في كل حاجه كده برضو، فكنت بقول له طب وليه الشماس بيلف معايا؟ طب هو بيلف مع السيد المسيح، انا مالي؟ هو يلف وانا بدل ما الف معاه. فقال لك لا، ما هو لما انت بتلف معاه معناها ان الخادم او الرتب الشموسيه والخدام وكل الكنيسه بكل رتبها مسؤوله على ان هم يوصلوا البشاره بتاعت الانجيل للعالم كله. طب وليه الشماس اللي بيلف بظهره وابونا اللي بيلف بوشه؟ اصل انا كنت دايما بتشنكل، فكنت بقول له ليه، طب ليه انا اللي الف بظهري هو اللي بيلف بوشي؟ فقال لي هو اللي معاه الشوريه وانت معكش شوريه، لو هو وقع هتبقى مشكله كبيره. لا ما اعرفش بصراحه، بس هو ده اللي اتقال لي صح. تمام. فبعد ما بيلف اللفه دي
بيجي الشماس كده وتلاقوه راح واقف كده وهو مطلع الصليب دخل جوه الهيكل كده وهو مطلع الصليب ويبتدي يقول استاسي تيمي تافوفو سيو. استاسي تيمي تافوفو سيو هي معناها يعني يعني قفوا بخوف الله او اسمعوا كلام الكتاب المقدس. فهو مجرد انذار ان الكتاب المقدس دلوقتي هيتقري. وبعد كده يبتدي نقرا الانجيل بتاع اليوم. وبعد كده بيبتدي ابونا بيقول الاواشي الصغار. اوقات يا جماعه الوقت بيبقى ضيق مفيش وقت ان ابونا بعد ما يتقري الانجيل ان هو يقول الاواشي. فاوقات بيقراها وهو بيبخر كده قدام الانجيل بيكون بيصلي الاواشي سرا. فابونا مش بيكروت هو بس يعني للوقت بيصليها سرا. طب حد يعرف في كم اشيه بتتقال في بعد الانجيل؟ حد يفتكر احنا قلناه خمس اشيات. انت شاطر يا طنط بتاخدي معانا شمعتين شمعة كتير بقى نودي فين؟ اتفضلي اتفضلي. دورة بولس بيلف ابونا في الكنيسه كلها عشان بولس الرسول البشر في العالم كله. في دورة الكاثوليكيون ما بيلفش الكنيسه كلها يروح هنا بس كده عشان التلاميذ ما خرجوش خارج اورشليم. بالظبط بالظبط يا طنط. لا انا بتكلم بس في بخور باكر مش في القداس لسه. احنا لسه كل ده في بخور باكر بس انت كلام حضرتك صح جدا. طيب علشان بس نوضح احنا لغايه دلوقتي احنا كل دوت احنا لسه في ايه في بخور باكر ما جيناش لسه للقداس. ان شاء الله القداس بقى عشنا وكان لنا عمر هنتكلم عليه في المرات اللي بعد كده. بس احنا قلنا بنقول خمس اواشي. الخمس اواشي السلامه والاباء والموضع. وبعد كده في اشيه يا اما الانهار يا اما الزروع يا اما العشب سوري يا اما القهويه دي على حسب الوقت بتاع السنه. واخر اشيه اشيه الاجتماعات. وبعد كده بيبقى التحليل والبركه. التحليل والبركه دوت اللي احنا اتفقنا ان ايه تلاقي الشماس فجاه ايه وبعد ما بنقول ابانا الذي الشمس يقول لكم بخريستوس سوس بن شويس. وبعد كده تسكيف فلاسي مونت كريو كلاناتي ونو بيون سو كيريه بروس خومين سي مونت فوفو امين ايريني باسي كتب نماتي سو. سبحان الله بقى في الوقت ده ابونا بيكون جوه. احنا الترجمه بتاعت الفيلم اللي حصل ده احنا تسكيف فلاسي مونت كريو كلاناتي الشماس بيقول لنا احنا رؤوسكم للرب. فاحنا بنقول له ها نحن امامك يا رب متضعين وساجدين. ليه احنا بنحني راسنا؟ يعني هو تمارين رقبه مثلا؟ لا ابونا في الوقت ده بيكون بيصلي تحليل. يعني في تحليل في اتنين تحليلين ابونا بيصليهم سرا جوه واحنا بنحني راسنا علشان بنقبل التحليل ده. التحاليل كلها استمطار للرحمه من عند ربنا. لو حد عنده خلاجي في البيت بقروها تحليل كلماتها قويه قوي. تالت تحليل اللي هو بقى اللي ابونا بيلف كده ويبتدي يقرا واحنا حنين راسنا. لكن ابونا لو اتاخر علينا جوه هو اكشلي هو علشان التحاليل بصراحه طويله انا ما اعرفش لما بيصلي بسرعه بيصليها امتى. بس هو التحاليل بتبقى طويله هو قاعد بياخد وقت شويه علشان خاطر يقراها. وبعد ما بيخلص اخر تحليل خالص بنقول امين الليلو يا زوك سابتري. وبعد كده ابونا يدينا البركه وإن كنا بنمشي إن كان في عشية أو إن كنا بنستنى إن كان في باكر علشان القداس. حد عنده أي أسئلة؟ طيب ميرسي جدا. شفت بسرعة كده؟ أول ما أشوف لا لا خد وقت خد وقت تعيش. Thank you.
بس يا مايكل على الجوائز الجميلة دي والتأملات الجميلة. تعال نقول ترنيمة كده كلنا حافظينها، نبتدي كده الاجتماع. تعال نقول كده: ما أحلى أن نجتمع معا. ترنيمة كده سهلة ومحفوظة خالص، وبشوي لو هتعبك الباب بس اللي ورا الرفيق. تمام. Thank you. بالحب يقول الرب لنا، ما اجتمع باسم اثنان معا إلا وهناك أكون أنا. ما أحلى أن نجتمع معا بالحب يقول الرب لنا، ما اجتمع باسم اثنان معا إلا وهناك أكون أنا. يا رب تعال الآن هنا ندعوك، تعال وكن معنا، من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى. يا رب تعال الآن هنا ندعوك، تعال وكن معنا، من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى. إذ أنت لنا عون وسند في كل طريق نسلكه، وصديق ليس سواه نجد، نعطيه القلب نملكه. يا رب تعال الآن هنا ندعوك، تعال وكن معنا، من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى. يا رب تعال الآن هنا ندعوك، تعال وكن معنا، من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى. الرب هنا دوما معنا، ما أجمله ما أشبعنا، سنكلمه وسيسمعنا وسيبقى لنا فينا معنا. يا رب تعال الآن هنا ندعوك، تعال وكن معنا، من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى. يا رب تعال الآن هنا ندعوك، تعال وكن معنا، من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه. آمين. المواقف الجميلة في الكتاب لما المسيح ظهر في التجلي، وكان مين جنبه الناحية دي ومين الناحية دي؟ إيليا وموسى، وليها رموز كتير جدا يعني وتفسيرات جميلة. لكن التلاميذ قالوا كلمة جميلة خالص في اللحظة، قالوا إيه؟ جيد أن نعمل إيه؟ أن نصنع مظلات ونقعد، يعني خلاص بقى مش لازم ننزل تاني من على الجبل، نشوفوا المسيح في المجد بتاعه يعني. فهنا بيقول كده: يا رب تعالى الآن هنا، يعني نفس الفكرة قريبة خالص من المشهد ده، إن حد يعني لمح ربنا في حياته في حاجات كتير، وحب إن يقول له طب ما نقف عند النقطة الزمنية دي بقى، بلاش إيه نرجع تاني للأمور اللي بتتعبنا يعني. فخلونا نكمل ترتيل. ترتيل اللي جاية بتقول: العالم عطايا وقتية. عجباني ترنيمة جميلة خالص،
وهم عددين بس بيلخصوا حياة كل واحد فينا وأنا يعني. واللي ما سمعهاش قبل كده هيحس إنها ترنيمة جميلة وبتقول كلام حلو كده، وتعال نسمعها مع بعض ونرنمها كمان مع بعض. العالم عطايا وقتية وبملاهي، الدنيا بياخدك تتعبد فيها يا كل تانية، الأصنام الأرض في قلبك. العالم عطايا وقتية وبملاهي، الدنيا بياخدك تتعبد فيها يا كل تانية، الأصنام الأرض في قلبك. ويشدك ويعيش نفسك في عذاب، ويجرك تجري وتتسابق لسراب، ويشلفك داخل دوامة أتعاب، ويردك فاضي وما معاكش إلا تراب، فاضي وما معاكش إلا تراب. وإلهك عطايا أبدية بمراحم قلبه بياخدك، تتمتع بحياة سماوية أفراح المجد في قلبك. وإلهك عطايا أبدية بمراحم قلبه بياخدك، تتمتع بحياة سماوية أفراح المجد في قلبك. ويضمك لقطيع بنعمة وإيمان، ويقولك دمي بيضمن لك غفران، ده لأجلك ده الصلب وكل هوان، هات قلبك هات عمرك في ايدي بأمان، هات عمرك في ايدي بأمان. يا بقى في الترنيمة الجميلة خالص دي، نصين كده، نص العالم عطايا وقتية، لكن يقول المرنم وإلهك عطايا أبدية، الموضوع مختلف، وقتية وأبدية، مفيش شبه خالص يعني. الترنيمة اللي جاية نقول ترنيمة تقول حلو وطيب وحنين، اللي حس بربنا في حياته والآباء يكلمونه يقول ربنا طيب جدا وحنين كده علينا يعني، وصبور جدا. في صوم يونان يعني شفنا قد ايه ربنا كان حنين على اهل نينوى، على مدينه بحالها، ويقول في اخر عدد يعني يقول يونان كده ايه يعني، انت زعلان على الشجره اللي طلعت بالليل وتاني يوم ضاعت، لكن مش انا هزعل على المدينه العظيمه نينوى وكثير من البهائم، حتى ده يعني ربنا قلبه على الحيوان كمان اللي في المدينه مش بس الناس يعني. فقد ايه قال اله طيب وحنين. تعالوا نرنم الترنيمه دي مع بعض. زيك ابدا ولا يمكن انسى ازاي شفتك، حلو وطيب وحنين
ولا في زيك ابدا ولا يمكن انسى ازاي شوفتك عالصليب يا حبيبي حبك يعلو بينادي لكل العالم هيا تعالوا بينادي لكل العالم هيا تعالوا حلو بتغفر لي ذنوبي وتريحني وبتستر كل عيوبي وتفرحني حلو بتغفر لي ذنوبي وتريحني وبتستر كل عيوبي وتفرحني على الصليب يا حبيبي حبك يعلو بينادي لكل العالم هيا تعالوا بينادي لكل العالم هيا تعالوا طيب وعليا بتصبر ايام وسنين وارجع الاقيك مستني بشوق وحنين طيب وعليا بتصبر ايام وسنين ارجع الاقيك مستني بشوق وحنين على الصليب يا حبيبي حبك يعلو بينادي لكل العالم هيا تعالوا بينادي لكل العالم هيا تعالوا حنين دايما عليا يا اغلى صديق بتضمد كل جروحي وسط الطريق حنين دايما عليا يا اوفى صديق بتضمد كل جروحي وسط الطريق على الصليب يا حبيبي حبك يعلو بينادي لكل العالم هيا تعالوا بينادي لكل العالم هيا تعالوا آخر ترنيمة مع بعض تقول كده أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل إيدك يمين الله القوية وتصنع في حياتي معجزات كتير إنك تغيرني وإنك تجيبني كنيستك وإنك تخليني أخدم وإنك تعمل بيا حاجات كتير جدا. تعالوا كده نرنم مع بعض. عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات
عايزاه. انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكي، مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انا عايزك انت يا صاحب القوان تشغل يمينك تعمل معجزات. الاسود جوعانا ارسل ملكك، خلي الملك يعرف اني انا ملكك. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الآتون محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الاطباء احتاروا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. روماني اتفضل. ربنا يبارككم وتعيشوا وتسبحوا. روماني يجي يقدم قدس ابونا غني عن التعريف، لكن روماني يعني اتفضل. ايش ترنم يا بروم؟ فاكرين الموضوع بتاع النهارده ايه؟ مين ملك الكنيسه؟ يقول لك ملك كنيسه افسس، ملك كنيسه اللي هو اسمه ايه بقى؟ كان في الوقت دوت كان بيتقال على الاسقف، دلوقتي اتقال على ابونا ملك الكنيسه. ماشي؟ فابونا جورج هيكلمنا في الموضوع دوت. اتفضل يا ابونا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الابد امين. فرحان اكون معاكم النهارده. ربنا يبارككم، ديكم نعمه ويبارك اجتماعكم ويبارك حياتكم ويكون قبل اصفامكم والاصفام اللي جايه. ربنا يبارك كل كنيسته وكل شعبه، كل نفس بعيده تقرب لربنا، كل نفس مش لاقيه طريقها وتايهه في الدنيا ترجع له. ونستخدم ربنا يستخدم خدامه في كل كنيسه، يقربوا البعيدين ويتوبوا القريبين. الموضوع الحقيقة اللي طلب نتكلم فيه النهاردة هو كان ليه اسم، وكان الاسم اتغير، فاحنا خلينا في الاسم الجديد. الاسم الجديد اللي قلنا هنتكلم فيه اللي هو ملاك الكنيسة. طبعا مفهوم ايه ملاك الكنيسة؟ ما هو المقصود بملاك الكنيسة؟ حد فاهم يعني ايه ملاك الكنيسة؟ يعني كهنوت. نتكلم على الكهنوت او الكاهن. الكهنوت بصفة عامة، لان الكهنوت يشمل ثلاث يعني درجات مختلفة في الاساس، الشماس والقس او القسي القسيس والاسقف الاب الاسقف. ومنها طبعا تفرعت الدرجات التانية اللي تعتبر درجات ادارية وليست كهنوتية،
لكن من جهة الثلاثة الأساسيين هو الشماس اللي طبعا مكتوب عنه في سفر أعمال الرسل اللي بياخد باله من خدمة الدياكونية اللي كان ليه دور كبير قوي في الكنيسة الأولى. ودلوقتي الكنيسة بتحاول ترجع هذا الدور بشكل أو بآخر. وطبعا القسيس أو القس وده مذكور برضو في سفر الأعمال بوضوح شديد. وأبونا الأسقف برضو مذكور في رسائل بولس وطبعا في سفر الأعمال. وربما مش هنتكلم في موضوع من ناحية يعني عقائدية. كثير من الكتب كتبت في العقيدة من جهة الكهنوت، لكن عايزين نتكلم من وجهة روحية أو وجهة حياتية تطبيقية لحياتنا وإحنا في عايشين يعني في المجتمع هنا في أستراليا بالذات بالأكتر. يعني لفظة ملاك، فإحنا نتكلم يعني نتكلم على الطغمتين اللي هما طبعا بالنسبة للكهنوت من جهة تنفيذ أو عمل الروح القدس في الكنيسة من خلال الكاهن أو القسيس أو القمص طبعا الدرجة اللي بعد كده، وأبونا الأسقف أو أبونا المطران وأبونا البطرك هي نفس الدرجة الكهنوتية، لأن الأب البطرك هو أسقف وأبونا المطران هو أسقف، لكن هي درجة إدارية أعطيت ليهم أعلى من جهة إدارة الكنيسة، لكن هي نفس الدرجة الكهنوتية. بقول مش هنتكلم من ناحية يعني التكنيكال أو العقدية، أنا لسه عندكم سؤال في الآخر، لكن نحاول نطبق تطبيق عملي على حياتنا. فنقول إن لفظ طبعا ملاك كنيسة، ملاك الكنيسة ذكر أكثر من مرة في الكتاب المقدس. فأول ما نقراها مثلا نقراها في سفر ملاخي، وبعدين تعادت في إنجيل معلمنا مرقس لما بيتكلم عن يوحنا المعمدان بقولها أنا أرسل ملاكي، أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك. دي اللفظة الأولى اللي جات على بشر يعمل عمل الملاك، وكلمة ملاك هي أنجيلوس، وكلمة أنجيلوس جاي منها كلمة إنجيل، إنجيل أنجيلوس يعني رسالة، رسالة فرح. فعمل الملاك بالإضافة طبعا لخدمته أمام عرش الله، رؤساء الملائكة يخدمون عرش الله ليل نهار، لكن عمل الملاك إن هو بيبعت رسالة للبشر من جهتنا احنا البشر يعني. فالملاك بيقدم رسالة، سواء رسالة بشارة زي مثلا ملك جبرائيل أو رسالة تحذير، رسالة لخدمة البشر. فمن جاءت لفظة كلمة ملاك الكنيسة إن هو أبونا ده بيقدم بشارة المسيح، بشارة الخلاص اللي هي في الإنجيل، يشرح الإنجيل، يشرح خلاص المسيح، يقدم حب المسيح، يقدم سرائر المسيح، يقدم تحذير الإنجيل وتحذير الدينونة، كل الحاجات دي ومتابعة توبة الإنسان وهكذا. برضه ده عمل الأسقف، الأسقف هو ملاك على مستوى عالي، فهو المسؤول عن الأبروشية أو مسؤول عن المنطقة اللي هو بيخدمها وهكذا. وبنجد إيضاح أكثر لكلمة ملاك في سفر الرؤيا طبعا صح الثاني صح الثالث، لما بيبعت الرسائل السبعة لرؤساء رؤساء الكنائس اللي هما ملاك كنيسة أفسوس، ملاك كنيسة سمرنا، فيلادلفيا، لادوكية، السردس، كل السبع كنائس اللي احنا بنسمع عنهم ونقرأ عنهم. جاء تعبير كلمة ملاك، ملاك الكنيسة أو راعي كنيسة، نفس اللفظة برضو مستخدمت في الإنجيل، سفر أعمال الرسل وهكذا، كلمة راعي أو ملاك. فاحنا نقصد بالأكثر كهنوت الكاهن، الكاهن المسيح. لازم نفرق شورايد تورات يا مو تعال تعالي بنفرق قوي ما بين كهنوت العهد القديم وكهنوت العهد الجديد. نعرف جيدا ان كهنوت العهد القديم كان من سبط ايه؟ سبط لاوي، بالظبط كده. سبط لاوي هو كان سبط الكهنوت في العهد القديم. المسيح بقصد لم يأتي من سبط لاوي، جاء من سبط مين؟ يهوذا. وده يعني لانه عايز يقول لا ده سكة تانية خالص. وبعدين الامر ده بيتشرح كويس قوي في فهمنا لكهنوت ملشي صادق من جهه العهد القديم وهكذا.
دلوقتي أبونا الكاهن ليس كاهنا نتيجة ان هو مولود من ذرية كهنة زي نقول سبط اللاوي، لا، هي عطية روحية، موهبة روحية أعطيت لي أبونا من خلال الروح القدس لأجل رعاية الكنيسة. فتعطى هذه العطية لأجل تتميم سرائر الله، أسرار الكنيسة تقدم من خلال أبونا الكاهن. وكلمة وكلاء على سرائر الله اتكتبت في رسالة مرنة بولس لأهل تيتوس، لابنه تلميذه تيتوس. اللفظة دي مذكورة واضحة قوي إنه وكيل لأسرار الله. وهذه العطية أعطيت من المسيح رأسا لأبونا الكاهن. الحقيقة إيماننا الأرثوذكسي إن أبونا ليس ما هو إلا وسيلة، أداة لأجل عمل الروح القدس لشعبه. بمعنى إيه؟ والموضوع ده مهم أوي نحن نفهمه عشان عينينا تتغير شوية. أبونا ربنا له المجد يسوع المسيح بيستخدمه لأجل تتميم الأسرار. يعني لما أبونا مثلا بيقعد مع حضرتك أو حضرتك وياخد اعترافك واعترافك واعترافي، الحقيقة أبونا هو مجرد أنه قاعد يسمع الاعتراف وربما بودانه، لكن من ناحية السرية شخص المسيح له المجد نفسه هو الذي يأخذ هذه الخطية من الشخص ويقدمها على ذبيحته. وفي كل مرة أبونا يلبس اللبس الأبيض ويدخل الهيكل يصلي القداس، يزاح الإنسان الكاهن على جنب، وشخص المسيح نفسه هو الذي يقدس الأسرار. الكلام ده يتضح جدا في القداس الغرغوري اللي منكم طبعا انتوا بتحضروا القداسات الجميلة. القداس الغرغوري كده قبل المناولة بخمس دقايق يجي الكاهن يقول ايه؟ يا الذي بارك في ذلك الزمان الآن أيضا بارك، يا الذي قدس في ذلك الزمان الآن أيضا قدس، يا الذي قسم في ذلك الزمان الآن أيضا قسم. إذن الحقيقة اللي بيبارك وبيقدس وبيقسم مش أبونا، ده شخص المسيح له المجد نفسه. والآباء كثير في الكنيسة تكلموا على هذا الأمر في سر المعمودية. يعني أتمنى أن أنت يكون عندكم يعني أكسس لقراءات الأسرار، لأن في صلوات سرية بيقولها كه. كل الصلوات السرية اللي بتكلم على الأسرار شخص المسيح نفسه هو اللي بينفذ، يعني اللي بيعمد المسيح له المجد. الذي يرشم بالسر الميرون المسيح له المجد. مين أبونا؟ ده وسيلة، ده مجرد الشخص الذي ينفذ هذا السر. أبونا ملوش الحقيقة دور، ليه دور كبير قوي. أبونا ده صوته حلو صوته وحش، أبونا ده كبير أبونا ده صغير، أبونا ده بيقول بسرعة ولا بيقول بالراحة، مش دي المشكلة خالص. ده شخص المسيح نفسه والذي يعمل في السر، ده إيماننا. يعني بقول لكم لو بتقروا بعض الصلوات السرية مثلا على سبيل المثال في سر المعمودية، ينطرح الكاهن أمام جرن المعمودية ويقول أنا الضعيف الغير مستحق يا رب أن تستخدم إيدي وجسدي لكي ما تتمم هذا السر. هو اللي بيتمم السر، هو بيستخدم إيدين أبونا وبق أبونا وكل جسم أبونا من ناحية الجسد لأجل تتميم السر. إذن الموضوع خطير للغاية. ليه؟ لأن احنا بنتكلم على شخص المسيح نفسه. فلما شخص المسيح نفسه يكون حاضر في الكنيسة هو الذي يعمل وينفذ هذا السر، هنا الكرامة تكون مختلفة. كرامة الكهنوت، كرامة الجلابية السوداء، كرامة ملاك الكنيسة، مش لأن أبونا ده قديس وبيعمل معجزات وصلواته مقبولة عند الله، ده جميل جدا، لا، لأجل كرامة الكهنوت اللي عنده. ويجب أن نفرق جدا بين الاثنين. يجب أن نفرق ما بين كهنوت المسيح الذي أعطي لشخص بعمل الروح القدس، ونفرق ما بين عمل هذا الإنسان وقدسته وبره وعبادته وفضايله وحكمته وكل الحاجات الحلوة دي. ده جميل قوي، الجزء التاني ده رائع جدا، وده اللي بيميز يعني مثلا خدام ربنا بصفة عامة، وهيميزهم في السماء على ما هيميزهم في الأرض وهكذا. لكن الكرامة اللي الكنيسة الأرثوذكسية بالأكثر، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتعطيها للكاهن، مش عشان هو قديس، مش عشان هو ربنا مديله مواهب صلاة انه لما بيصلي لشعبه صلاته تستجاب، او لانه صوام وناسك في عبادته، ده كل ده حلو خالص. انا الحقيقة مش ببوس ايد ابونا وبقدم له الكرامة عشان كده، ابقى غلطان خالص.
لا ده أنا بحب أبونا وبقدر أبونا وأبوس إيد أبونا واحترم أبونا لأنه أخذ كرامة كهنوت. لو اترسم النهاردة كاهن هو أخذ هذه الكرامة اللي هي كرامة المسيح نفسه، ودي مهمة أو نفهم. نحن لا نقدم كهنوت متنوع، أبونا فلان وأبونا علان. آه لنا أسماء لأن عشان نتعرف عن بعض، ناس تعرفت أبونا فلان وأبونا واخد اسم قديس فلان ياخد قديس فلاني، لكن جوهر الأمر هو كهنوت المسيح وليس غيره، وإلا الأمر في منتهى الخطورة. فيأخذ الكاهن الروح القدس، النفخة التي أعطاها السيد المسيح له المجد لأبائنا رسل الأطهار، وأبائنا رسل الأطهار أعطوها لأبائنا الأسقفة أو البطاركة اللي بعد كده اللي أعطوها للوضع الأيادي على الكهنة ونفخوا فيهم نفخة الروح القدس، وهكذا فضلت هذه النفخة تستمر من جيل إلى جيل إلى جيل إلى أن وصلت للبابا المتنيح البابا مثلا شنودة الثالث اللي رسم أسقفة كثيرين بالنفخة المقدسة دي، وصار منهم البطرك الحالي أبونا البطرك الأنبا تواضروس اللي رسم أسقفة بهذه النفخة، وكل أسقف بيمارس نفس السر ويقدم الكهنوت للي بعده من نفس النفخة، وضع اليد والنفخة المقدسة. حتى في التقليد الرائع الأرثوذكسي النفخة دي كان لها قيمة عالية قوي. فاحنا عارفين الكنيسة الأثيوبية هي تعتبر كاثوليك أو كنيسة، يعني مش تابعة، بلاش نقول تابعة، هي كنيسة نشأت من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها كيانها المستقل وكل حاجة، لكن لازال كرسي الإسكندرية أو بابا الإسكندرية هو راعي هذه الكنيسة. نعم مش سامع، امتداد ليها، ولازالت الكنيسة الأثيوبية تنظر للكنيسة الأم الإسكندرية أم الإسكندرية كنيسة الأم. فصار واجب في رسامة مثلا بطرك للكنيسة الأثيوبية يحضر الأب البطرك السكندري وينفخ فيه نفخة الروح القدس، والإريتريين وهكذا، يعني الكنائس اللي هي التابعة اللي كان يسموه جاثوليك، يعني كلمة جاثوليك أو كاثوليكوس اللفظة دي اللي بتقدم، يعني لما في كنيسة تابعة لكنيسة أم زي كنيسة اليونانية وبتجمع مجموعة من الكنائس التانية، ده قضية تنظيمية مش أكتر. فجرى العرف أن لما يرسم البابا البطرك الأثيوبي يا إما يرسم في الإسكندرية يروح يحضر في اسكندرية، أو بابا الإسكندرية يروح يحضر رسامته في أثيوبيا. فإذا تعذر الموقف يحصل إيه؟ ييجوا مجموعة من الأسقفة، كان ده كان بيحصل لغاية القرون الأخيرة خالص، ييجوا مجموعة من الأسقفة يروح يمثلوا البابا. طب والبابا فين؟ بابا مش قادر يجي. طب يعملوا إيه؟ بياخدوا إربة جلد يقعد ينفخ فيها البطرك، الإربة الجلد دي ينفخها ويركبوا المراكب ويطلعوا على أثيوبيا، وفي رسامة الأب البطرك الأثيوبي يفضوا نفخة الأسقف البطرك في وش أو في فم البطرك الإثيوبي. شوفوا قد إيه احتفاظ بهذا التقليد، إن هذه النفخة التي أعطاها سيد المسيح لأبائنا الرسل الأطهار اللي مرت من جيل إلى جيل وتعطى وستعطى إلى منتهى دور، نفس النفخ أمر روحي فائق يمارس بطريقة حسية، نفخة تنفخ، لكن في الحقيقة في هذه النفخة هو الروح القدس، هو سر المسيح الشخصي اللي بيقدم من كاهن لكاهن لأسقف لأسقف، نفس النفخ. أنا بقول لك الكلام ده لأن الحقيقة إحنا في غاية العثرة في هذا الجيل الحزين اللي بمر بيه. طبعا في كل جيل بيكون بيحصل الكلام ده، لكن للأسف الحرية أو ربما يكون ضعفنا في أوقات كيسة وضعيفة، أحيانا الناس بتفهم الأمور غلط وتسيء فهم التعامل مع الكهنوت، ونخلط بين أخطاء الكاهن الشخصية وبين كرامة الكهنوت في ذاته، وهو كرامة المسيح له المجد شخصي، وده الأمر في منتهى الخطورة. لهذا السبب يجب علينا أن احنا نوقر بشدة سر الكهنوت، لأنه هو سر المسيح نفسه. المسيح شخصيا يا أحبائي هو الذي يقوم ويحول ويقدس الأسرار السبعة اللي في الكنيسة. أبونا هو شخصيا اللي بينفذ، المسيح له المجد شخصيا يستخدم أعضاء الكاهن لتنفيذ السر، وهذه كرامة الكهنوت في الكنيسة. كل كرامته الشخصية، كل أعماله، كل جهاده، كل بره الشخصي، ده ليه طبعا في السماء والشعبه، لما طبعا الأب بيعلم شعبه بقداسة وطهارة، ربنا يكون فاتح فمه وفاتح قلبه على الإنجيل ويطلع أسرار الإنجيل ويقدم كنوز جددا وعتقاء
ده رائع جدا. ابونا اللي بيبقى مدبر وحكيم ده شيء جميل جدا. ابونا لما يكون مديله ربنا موهبه شفاء او موهبه من مواهب اي موهبه موهبه روح قدس ده شيء رائع جدا يغني الكنيسه بكل صوره. بس مش دي كرامه الكهنوت، دي حاجه تانية. الحقيقه لما قدم سر الكهنوت المسيح عمل ايه؟ عمل حاجه واحده، نفخ في وجه تلاميذ اطهار. ده سر الكهنوت، قال لهم اقبالوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، من امسكتم عليهم مسكت. فالحقيقه هذا السلطان وهذا العطيه اعطيت لكل كاهن، وطبعا بالتالي يقدر ان هو يقدم الاسرار. طب ابونا لو كان وحش، وده السؤال ده ممكن يخطر في اذهاننا، لو ابونا وحش هل لا تقدس الاسرار؟ يعني لو ابونا خاطي غلط ودي يتقدم للاسرار يقدم يقدس القداس في القدس القداس، هل لا يتحول الخبز الى جسد مخلصنا، ولا يتحول الخمر الى دم خلصنا؟ ايه رايكم؟ نعم يتحول. هو دينون على الكاهن، ودي طبعا خطوره الكهنوت ربنا يرحمنا. ان الكاهن يعني ربنا يعني هيحاسبه اكتر من غيره، لانه ما احتفظش بمقدار النعمه اللي اخذها ربما اكثر من الشعب، لانه اخذ نعمه فوق نعمه وبركه فوق بركه، لكن لازال يتحول السر. في تاريخ الكنيسه في كذا قصه، قصه منهم لطيفه قوي مكتوبه في البستان، واعتقد اتحطت في السنكسار المنقح المعدل حاليا، يعني لاجل انها قصه تعليميه مهمه. قصة بتحكي على واحد اسمه قديس سلوان أو سلوانس من أباء القرن الرابع أو الخامس الميلادي، يعني في البرية يعني. فبيحكي أن هذا القديس كان ربنا فتح عينيه، كان بيشوف رؤى روحية وبيشوف شياطين وبيشوف قديسين وربنا فتح عينيه. في ناس كده ربنا فتح عينيهم يشوفوا ظواهر روحية يعني خفية. فبيحكي أبونا سلوان شخصيا لتلاميذه وبيقول أن هناك كاهن، هذا كاهن كان شرير. شرير يعني مش ضعيف وقع في خطايا الضعف، لا ده شرير، ده بيعمل الشر ومستمر عليه. في خطايا شر يا جماعه وفي خطايا ضعف. خطايا ضعف ان انا عايز ابقى كويس بس مش قادر ابقى كويس، بقع في خطيه، كلنا كده. زي الكلام اللي قاله قديس يعقوب، قال كان ايليا تحت انسانا تحت الالام مثلنا، يعني تحت الضعف، يعني كلنا تحت الضعف. فلما بيحكي ابونا سلوان بيحكي على كاهن شرير، يعني شرير يعني بيغلط خطايا معينه وتبدو ان هي خطايا تتعلق يعني نجاسة أو حاجات كده بشكل أو بآخر، ومصر عليها ومستمر عليها، أمر صعب خالص. فكان يراه أنبا سلوانس وهو داخل الكنيسة، راح يدخل الكنيسة يصلي القداس، وهو حواليه الشياطين كمثل جماعة كبيرة جدا من الدبان الذباب عمالة يلف حوالين راسه. وما إن يدخل جوه الكنيسة ويسجد قدام الهيكل ويفتح الهيكل ويصلي، الذباب ده يختفي يطلع برا الكنيسة. ده برؤية طبعا، يعني هي رؤية بس روحية، لكن هي بشكل حسي يعني. أبونا يقدس القداس ولا دبانة واقف عليه، يقدس القداس ويقدم الأسرار ويخلص القداس، يخرج برا الكنيسة يجمع للذباب اللي كان قبله موجودة ويستمر معاه. القصة دي لها رمز ولها فهم حلو قوي. إيه؟ إن أخطاء أبونا الشخصية، غلطاته الشخصية، هو يحملها على نفسه، لكن مش هتأثر على شعبه. لازال السر هو السر، لازال جسد المسيح هو جسد المسيح، لازال لما بعترف لأبونا يرفع عني ترفع عني خطاياي، لازال كل سر من أسرار الكنيسة يقدم يفعل ربنا فيه بعمل الروح القدس. طبعا ربنا يحاسب في الآخر، ودي الآيات اللي نفهمها بعد كده. بنقرأ مثلا يقول لك كان باسمك عملنا، ويقول لهم لا أعرفكم، لأن في كان ربما يكون أخطاء. ربنا يرحمنا ككهنة يكون لنا أخطاء عثرات، وعصرة الكاهن صعبة طبعا لأنه قائد الكنيسة. فالعصرة لما أبونا يشخط غير لما واحد يشخط، لو بعد الشهر لو أبونا شتم يعني كبيرة قوي، الشعب يعصر طبعا لأن ده قائد الكنيسة. لكن لازال مهم جدا التفرقة اللي تكون في قلوبنا لما نتفاعل مع هذا الأمر. نحن أنا مش شايف أبونا كشخص، أنا مهمنيش ده أبونا فلان ولا أبونا علان، ده أمر تاني جانبي. أنا برتاح لأبونا، خلاص ده أبونا، ده أب اعترافي، ده أبونا اللي بحب يعني أقعد معه ويصلي لي صلوات خاصة، اللي أسمعه وهو بيوعظ، اللي أقول له تعالى أبونا زورني في بيتي بصورة ودية وحلوة، أنا بحبه يعني حضوره ليا بصورة شخصية، ده أمر شخصي. لكن أي أبونا هيدخل هذا الهيكل وهو أبونا ده يعني ما
مرسوم كاهن له رسامة الكهنوت السليمة يدخل يقدس صلاته مقبولة وهذا السر مقبول اللي بيقدمه والذبيحة مقبولة أمام الله لأجل كهنوت المسيح وليس لأجل بر أبونا. فالجسد ما بتحولش نص نص لأن أبونا وحش وأبونا الحلو هيتحول قوي، لا، هو لازم يحصل السر. إذا أدركنا هذه التفرقة في قلوبنا وفهمنا الفرق دوا بوضوح جدا كشعب نرتاح جدا وما نعصرش، أو عصرتنا تبقى محدودة، هنعصر طبعا لكن عصرتنا دي تكون محدودة. أخطر ما يكون، يعني وكلام ده أنا عايز أقوله، أخطر ما يحدث في الكنيسة أن إحنا بندين الكهنة أو بندين سر الكهنوت بدون ما ندرك أن إحنا بندمر الكنيسة بهذا الشكل. ال- ال- الشيء اللي إحنا يعني بتعانيه الكنيسة حاليا، لأن يعني الكنيسة صعب مر بأبس وداونز وحاجات كده، نتيجة أن إحنا ممكن نكون في بيوتنا على تلفوناتنا مع أصحابنا نتكلم على أبونا فلان وأبونا علان، أولادنا بيسمعوا، ولما أولادنا بيسمعوا إدانة الكهنوت، لما بندين الكهنة ودين الكهنوت ونتطاول على أكثر من الكهنة والأسقفة وكل الأمور دي بندمر عيالنا، عيالنا مش هيسمعونا بعد كده. إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بعد كده أولادنا بيسمعوا وخزنوا الفكرة، اتحطت في أذهانهم، أولادنا كبروا وابتدى بقى نواجه مشاكل حقيقية مش عارفين نحلها احنا لوحدينا، عايزين الكنيسة تحلها. لو عملنا ايه؟ ولادنا دول عمرهم ما يسمعوا، خلاص هو الطغمة دي نزلت من نظرهم. عشان نشرح لهم اللي بنقوله دوا هيبقى في منتهى الصعوبة، مش فاهمين. احنا تربينا في بلدنا اللي من مصر واللي من السودان واللي جه من يعني المناطق دي، اتربينا عارفين يعني كرامة الكهنوت. كان ابونا ربما يتصرف تصرفات صعبة قوي في الكنيسة، لكن لازال لينا حب لأبونا وتقدير لأبونا لكرامة أبونا وهكذا. فبقول هذا الأمر مهم قوي إن إحنا يعني يكون لنا إدراك لي أن سر الكهنوت هو سر عطية الروح القدس للكنيسة، هو سر استمرار الكنيسة، هو الوعد الذي وعده السيد المسيح لأجل استمرار الكنيسة من خلال الأباء الكهنة والأباء الأسقفة في الكنيسة ورئاسة الكنيسة بهذا الشكل اللي استمر سنين طويلة. حصل عصارات من أيام طبعا عصارات البروستانت لما أعصروا في الكنيسة الكاثوليكية في القرن 16، وكانت عصرة صعبة جدا وتطولوا جدا على الكهنوت عايزين يلغوه، وقدروا ان هم يلغوه. يعني مارتن لوثر في 100 قانون اللي حطهم ما شالش غير حاجة واحدة، الكهنوت، ما شالش لا شال معمودية ولا شال ميرون. الاعتراف لربنا لازال هو السر القائم، اعترف لربنا من غير اب كاهن، هو اعصر في الكهنوت، قال في ذبيحه في جسد ودم يتحول، مارتن لوثر قال كده. يعني بدايه البروتستانتيه كانت مظبوطه، يعني مش مظبوطه، سوري، يعني عايز اقول ما كانش رافضين الذبيحه، اسرار الكنيسه موجوده بصوره كامله الا سر الكهنوت. لا، يجتمع الشعب يعين واحد هو ده يكون قائد الكنيسه. عمل ليه كده؟ بقى لنا 16 قرن ما حصلش كده. اعصر في رئاسه الكهنوت، أعصر في شخص الكاهن أو الأسقف أو الكاردينال أو البطرك هوإيفر اللي كان قائد الكنيسة في هذا الوقت، وتعب جدا فساد ودمر الدنيا خالص. ومنه لما أنه شال الكهنوت اللي هو يعتبر يعني الباك بون اللي بيحمي أسرار الكنيسة، هو يعني لأن هو اللي من خلاله تنفذ أسرار الكنيسة، فهو كسره. فإيه اللي حصل؟ العظم ده تشتت بقى أشلاء وطلع من البدعة البروتستانتية، مئات البدع دلوقتي. مش عارف كان ابونا احد الاباء اللي بيحضروا يعني الاجتماعات المسكونيه في الكنائس بيقول دلوقتي في 1450 كنيسه بروتستانتيه، 1450 كنيسه انشقت عن الكنيسه البروتستانت الاصليه اللي هي اللوثريه في خلال 5 قرون. ليه؟ لان خلاص مفيش كهنوت، مفيش رئاسه، مفيش احساس بالقياده، وده امر في منتهى الخطوره. وكل حاجة بتحصل، أي عثرة بتحصل يحصل هذا الانشقاق. يعني في الفترة الأخيرة لما واحد مش عارف ماكسيم شيل دوا وغضب وعمل وسوى، راح عمل له وعمل نفسه بطرك، فبيكسر في الكنيسة، عايز يكسر في الكنيسة غير مدرك إن إحنا يجب أن نكون في وحدانية بهذا الشكل. أنا زعلان من أبونا زعلان منه صورة شخصية، لكن كهنوته على رأسي من فوق بمعنى الكلمة، ده أنا أنحني تحت كهنوته لأنه كهنوت المسيح، وإلا هرفض كهنوت المسيح. المسيح الكاهن الملك الذبيحة الذي قدم ذاته من أجلنا عشان خطايانا، هذا هو سر الكنيسة، وهذا السر أعطي للكهنة في الكنيسة بكل درجاتهم.
من القس للقمص للأسقف للمطران للبطرك، أعطيت هذه العطية للكهنوت إن هم يكملوا هذا السر. فأنا الحقيقة لما بهاجم كاهن أنا بهاجم شخص المسيح نفسه، لإدراكنا أنه هو كهنوت واحد فقط وليس أكثر من كاهن، هو كاهن واحد فقط وهو المسيح. هذا هو رئيس الكهنة الأعظم الذي يقدم الذبيحة، الذي يستخدم الكاهن، يستخدم آلات الكاهن، جسده، إيده، فمه، كل حواسه بيستخدمها ويقدس الأسرار وينفذ كل حاجة بهذا الشكل. لهذا وجب علينا احترام الكهنوت في الكنيسة الأرثوذكسية، وهذا الفهم الصحيح للكنيسة الأرثوذكسية. وكل تقدير وكل كرامة تعطى ليس لأجل كرامة الكاهن نفسه، لأجل شخصه، لأجل أنه لطيف وحلو ودمه خفيف ولا بيهزر ولا وريفر الميزة اللي شايفينها فيه بصورة شخصية أو بصورة روحية، لا، لأجل الكهنوت الذي أعطيه لي. أنا يعني أصرت يعني أنا أركز على النقطة دي لما طلب نتكلم في الموضوع ده، وياريت الكلام ده نفهمه، ياريت الكلام ده نفهمه. هذا هو فهم الكنيسة الحقيقي للكهنوت. بينه بقى ربنا يتصرف معانا ويسامحنا ويعني يعطينا حكمة. ومن هنا الحقيقة يعني في طقس الكنيسة جميل، بنصلي كتير قوي للكهنوت، يعني تقريبا صلاة عشية، صلاة باكر، صلاة القداس، في كل صلاة الليتورجية، في كل الأناديل، في كل الصلاة اللي نقدمها، صلاة البسخة في أسبوع الألام، نجد وشيات مخصوصة للكهنوت، للأسقف، البطرك، للقمامسة، قساوسة، للشمامسة، والقداس البسيء الكيرلوسي الحقيقة فيه طلبة كبيرة قوي للكاهن، ده إنه يتعب. فصلاة الشعب للكاهن مهمة قوي، ما تبخلوش إن أنتوا تصلوا لأبونا، لأن أبونا حربه جامدة، وعصرة أبونا قد عصرة 1000 واحد من الشعب، لأنه لو أعصر أبونا هيعصر اللي حواليه، ده حقيقي. فبهذا المنطق ترى وتنظر الكنيسة إلى كهنوت الكهنوت في داخلها، ترى في شخص أبونا المسيح نفسه، هو شخص المسيح نفسه الذي يقدس. إذا كان بقول عمره سنة في الكهنوت ولا بقاله 50 سنة، إذا كان صوته حلو ولا صوته وحش، إذا كان بيتكلم إنجليزي ولا بيتكلم عربي، إذا كان بيعمل ده ولا بيسوي ده، إذا كان بيلبس عمة ولا بيلبسش عمة، إذا كان دي كلها أمور شكلية ملاش قيمة. القيمة الحقية في جوهر الكهنوت الذي أعطاه له ربنا يسوع المسيح من خلال الأب الأسقف أو البطرك لما أنال نعمة الكهنوت. أنا مش هطول زيادة عن كده يعني، بس لو حد يحب يسأل أو يعترض يحب يقول أي حاجة يعني في الفري إن أنتوا تسألوا أو تعترضوا، يعني تحبوا أي إيضاح. يعني في أسئلة كتيرة تقف سفر كهنوت، سر كهنوت يعني، ومن جهة الجهة العقيدية لو حد عنده سؤال يحب يسأل، أو من جهة التطبيقية اللي نتكلم عنها دلوقتي، اللي يحب إنه يضيف أي حاجة أو يسأل أي حاجة خدوا راحتكم. هنا في حد يحب يقول أي حاجة؟ طيب، ربنا يبارككم، حافظ عليكم، ويبارك اجتماعكم، ولإلهنا المجد دائما بديهيا. نشكر تسابونا جورج خالص، بركة كبيرة ان احنا نسمع من لسانه عن الكهنوت. والحقيقة يعني احد اسباب قوة وبقاء الكنيسة الأرثوذكسية هي البنوة الروحية اللي هي من غير ابائنا يعني هتتبدد، زي ما كده ما حصل مع زي ما ابونا قال في الكنيسة البروتستانتية، لان الكتاب بيقول ايه، اضرب الراعي تتبدد الرعية. ابونا قال لنا كلمة حلوة قوي، ان سر بقاء الكنيسة والكهنوت او الكهنوت هو سر استمرارية الكنيسة. فربنا يدينا نعمة ويدي الأباء قوة وحكمة، لأن احنا عارفين ان الشيطان كمان عارف اضرب الراعي تتبدد الرعية، فأكيد الحرب على الأباء بتكون مضاعفة فعلا، عشان خاطر ان زي ما ابونا قال لنا كده عثرت الأب الكاهن بألف. فربنا يديهم حكمة ويديهم نعمة ويدينا وينفعنا بصلواتهم. طيب اتفضلوا. المرة الجاية أبونا مايكل ان شاء الله يكون الموضوع احتمال الألم، تفضل تعيش، ويكون في أغابي بعد الاجتماع لنا كلنا مع بعض. تفضلوا نصلي. نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حالة في كل حال. نشكرك يا رب أن أنت اديتنا يا ربي أباء حكماء يا ربي
يرعوا ويدبروا الكنيسة يا رب. نشكرك يا رب ان انت يا ربي اديتنا اباء يحافظوا على الايمان ويوصله لنا لحد دلوقتي يا رب. نشكرك يا رب ان انت اديتنا اباء حانين يا ربي يساعدونا يا رب ان احنا نرجع تاني ونتوب بعد ما نغلط. اذكر يا ربي ابائنا الكهنة يا رب قادر ان انت تسندهم خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده يا ربي، للحرية يا ربي بتتفهم غلط وتتفهم ان كل الناس زي بعض، واحنا ما ينفعش ان احنا نحترم ابائنا ولا ان احنا نقدسهم ابدا يا رب. ادينا انت يا ربي الاستنارة، واللي عرفنا يا رب ان سر بقاء الكنيسة وسر استمرارية الكنيسة هو احترام الاباء الكهنة، وان يا ربي احنا ربي الوقار والتقديس كله هم واخدينه منك انت يا رب. باركنا يا رب كل بركة روحية انت ترانا في احتياج اليها، كمل يا رب كل منقص مطلباتنا واجعلنا مستحقين نقول له شكر. يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسم، يأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، وبزنا كفافا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا نذبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لمن تعيش في الكنون. Oh.